Nous aboutissons à une croissance qui va s'accélérer à 4,2 en 2017 pour revenir à 3,7% en 2018. لا في امريكا ولا في اوروبا بدات واحد النوع ديال الانتعاش، ولكن مازال المخاطر فيه. المخاطر انتم شفتوا البريكسيت، انجلترا، انتخابات اللي كاينه في اوروبا، امريكا هذه اداره جديده اللي تتعلن على سياسه اخرى، السياسه اللي غادي تكون توسعيه من ناحيه الميزانيه، وكذلك تحفظيه فيما يخص السياسه التجاريه. هادشي كله غادي يكون عنده انعكاسات، لا بالنسبه للعالم، لان امريكا عندها الثقل ديالها، ثم على انه الدول الاخرى اللي سايره الناميه، الصين بدا ينزل هادشي، لان الان تتوجه للاستهلاك الداخلي دون الصادرات، ثم على انه بالنسبه للدول الاخرى الناميه كالبرازيل وروسيا، يلاه بداوا يخرجوا من النمو السلبي اللي كانوا فيه. داخليا التخمينات اللي قمنا بها ان 2016 بالنسبه لنا، نظرا للموسم الفلاحي اللي كان ديال 33.5 ديال القناطر، على انه ما يتعداش 1.2% بالنسبه للنمو الاجمالي، ولكن القطاعات الغير الفلاحيه بدا واحد النوع ديال النمو. ثم على انه بالنسبه ل 217 و 218، لان دابا الان تنعملوا تخمينات على 8 ديال 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 3 ديال الاشهر، على انه غادي تكون بالنسبه ديال 4.2% بالنسبه لنا في 2017. اذا ماشي تسير عاود الماء اللي غادي يجي. حنا متفائلين شويه لان الامطار، على انه التخمينات ديالنا ماشي ندوزو من 4.2، ثم على انه واحد النوع ديال النمو بالنسبه للدول الاوروبيه اللي بدات تخرج من ذاك الوضعيه اللي كانت فيها، ثم على انه الان البنوك نفسها عندها سيوله، البنك نفسها خفضت فيما يخص السعر اللي تطبقوا على الزبناء ديالها، وصل دابا يلا شي شويه فوق 5%، ثم على انه الان هما نفسهم تيغازلوا، اذا يمكننا نستعملوا هذه الكلمه، حتى المقاولات جد الصغيره والمتوسطه. لذا حتى حنا تنقول لهم الى احتجتوا سيوله البنك المغرب هنا موجود باش. لذا في هذا الاطار هذا تنشوفوا على انه حتى بالنسبه للقروض، الوتيره ديال القروض بالنسبه للبنكيه، على انه دابا الان تحسن، باش نوصلوا لواحد 3.5 4، و 2017 باش نكونوا ما بين 4 و5%. وهادشي ان شاء الله الى عاود الدوله سرعت باش تخرج ما هو البرنامج ديالها الاستثماري بالنسبه للمقاولات، هذا كذلك غادي يزيد ياثر ايجابيا بالنسبه للنمو في البلاد ديالنا ان شاء الله بالنسبه للسنه المقبله.